ايطاليا والارجنتين. كرة مع مارادونا، ماشي مارادونا في وسط ثلاثة ويعدي، انما تتسع وكل ايطاليا. شوف لو شفنا الصورة دلوقتي هنلاقي ايطاليا اهو في ال 30 ياردة، وبدأ كل واحد يمسك رجل لرجل واثنين يبقوا ساقطين ورا اهو. يحاول مارادونا يلعبها بالعرض وبره ضربة ركنية. مارادونا هيلعب الضربة الركنية وبالبوكس حلوة من جوفاني، وعكسية مرة تانية تروح لمارادونا اللي طلع عشان ما يبقاش اوفسايد، وعدى بلعبة جميلة جدا جميلة جدا جميلة جدا جميلة جدا وزي الصقر، انما لسوء حظه تطلع الكورة مرة تانية ضربة ركنية خبطت في رجل اللعيب. ايطاليا كانت اتعادلت مع بلغاريا، انا اسف انا قلت عندها نصين، هنشوف اللعبه دي الاول، انما خبطت في رجل الدفاع وطلعت ضربه ركنيه. ايطاليا تعادلت مع بلغاريا عندها بونت، والارجنتين اللي عندها بونتين كسبت كوريا الجنوبيه، انا اسف. وتتلعب مره ثانيه لمارادونا اللي بدا اهو يستخدموه استخدام كويس، انما شيريا على طول صاحي وضغط من الارجنتين ودفاع من ايطاليا اللي كسبانه واحد. بيدو يمسكها وبيدو على طول، محاولات مستمره من الارجنتين ودفاع وسد ثغرات امام هجوم الارجنتين من ايطاليا. كاتيتا ل 14 بيوسكي، فالدانو يلعب كرة حلوة لمارادونا، حلوة 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 جوه الجول، ادي اللي انا قلت عليه من شوية، هيلعبوا هاتوا خد. هل فالدانو ومارادونا وكلوديو وجيوستي وباتيسا هيعملوا ايه؟ اهو على طول للنجم الخطاف، على طول بلمحة ما يقدرش يعمل فيها حاجة ابدا لمارادونا، عشان كده بيقولوا اغلى لاعب. اهي فرصة واحدة بس، شفنا ازاي من فالدانو رقم 11 بالمقاس على طول معاه شيريا، ما ادالوش فرصه يعني لنفسه، وهي فوق على طول على طول لتتعادل الارجنتين بهدف جميل لمارادونا اهو راجع. بيستحق انه يكون اغلى لاعب في العالم، مش بيدفعوا فلوس كده، انما لا بيدرسهم والخبراء بتاعهم والجواسيس وبيشوفوه وكل حاجه. ده النجم، هكذا يكون النجم. يبقى واحد ايطاليا وواحد الارجنتين مارادونا. ان ايطاليا تعادلت مع بلغاريا في مباراه الافتتاح 1-1 ليها نقطه، والتوبيلي كان جاب جولها، وسيراكوف كان اتعادل لبلغاريا. الارجنتين كسبت كوريا الجنوبيه متصدره المجموعه بتاعتها اللي هي المجموعه الاولى ليها بنطين، ومكسب النهارده ياكد وصولها، والتعادل طبعا يدي فرصه كويسه ليها، عشان كده الماتش مهم جدا للفرقتين، وايطاليا يهمها انها تكسب لان عليها نقطة، وبعد كده هتلاعب كوريا الجنوبية في الماتش الجاي. فاول للارجنتين، وبيعدي من عليها فوروتشاجا ويسيبها لنمرة 4 بورجي، انما فوق والتوبيلي الراجع يساعد ومعاه روجيري. فوروتشاجا سبعة لخويستي، وخويستي لمارادونا، ومارادونا على طول بيضرب فيه تاني اللي بيلعب معاه مان تو مان شكله النهارده، وهجمة مرتدة تانية لفورجي ولعبها قصيرة لدي نابولي، انما تتخطف وبيرقص فاول. طبعا مارادونا اي كرة بيفوت فيها بيضربوه علشان عاوزين يحشوه، عارفين مهاراته كويسه في الترقيص. لفورجي، وفورجي كان ماشي بيها كويس قوي ويلعبها لمارادونا، ومارادونا تاني كالعاده بيحط نفسه ومعاه باين قوي تاني رقم 10 اللي هو بيلعب متاخر في خط الوسط على انه بيلعب معاه مان تو مان، ده 10 وده 10، مارادونا 10 وتاني 10. بعد ما خد كرة فورجي مارادونا كالعادة بيحاول يرقص وبيمشي، انما بيحشوه بياخد ضربة حرة غير مباشرة مع بلدان اهو جنبيه، ونمرة 13 ارتيكوشيا اللي نزل، ولا ارتيكوشيا
فرنسا وروسيا النتيجة 1-1 دلوقتي في الشوط الثاني، كان انتهى 0-0 في الشوط الأولاني. وفاول للأرجنتين ومارادونا بيعلقها. و12 هيكتور، هيكتور بيلعبها قدام لمارادونا، ومارادونا هنا هو وباني، هو باني يعني باني بيقوم بدور تشوف سنته سنة 78. مارادونا يا ترى هيشوط من هنا ولا هيلعبها لوب زي كل مرة؟ فعلا لعبها لوب.